وفي الاخر الانتقالات الشتويه هتبقى جامده جدا جدا جدا. النادي الاهلي النهارده عمل مباراه طيبه جدا ضد النادي الاهلي لان لسه مباراته خلصانه. النادي الاهلي لعب بتشكيل محمد الشناوي. ليا ملاحظه على محمد الشناوي ان هو بدا يتخلى عن تركيزه. والنهارده زي ما قال الشيخ طه اسماعيل هو بيعلق على المباراه او بيحل المباراه قال كان يستحق الطرد في اعتراضه على الحكم. اللعيب لما بيبقى دولي وبيبقى له مكانه وبيبقى له يعني خلاص بقيت حارس مصر الاول، يجب انك انت تتواضع وتركز وتحافظ على مستواك، لان تركيزك وحفاظك على مستواك مع مدرب محترم سابق قبل كده هو كابتن طارق سليمان والنهارده معاك مصطفى كمال، يجب انك انت تبقى مركز قوي في شغلك في دورك كحارس مرمى، مش في الاعتراض او في التجاوز او في التشويح، لان دي اولى خطوات الغرور. اولى خطوات الغرور. النهارده الماتش اللي فات انت في مباراه كامبالا لا ما كنتش انت محمد الشناوي. مش ده محمد الشناوي اللي شفناه في كاس العالم. ولا محمد الشناوي اللي احنا يعني مستواه افرحنا واسعدنا امام اوروجواي. مش ده محمد الشناوي اللي خد مانو في ذا ماتش. لكن النهارده لما شبابك تهتز بثلاث اهداف من فريق مودع البطوله يبقى انت مش مركز. يبقى انت ما فيش بينك وبين المدافعين بتوعك انسجام اللي قدامك. فبالتالي محمد الشناوي يجب ان هو يعني يركز بعض الشيء. النهارده مؤمن زكريا كان في المباراه، طبعا الجمله دي محفوظه، واللي اختار سليف كوليبالي ده كارتيرين، راجل يعني عنده اختيار يعني جايبه عشان دي، جايبه عشان دي، ان هو دايما بيطلع في الكرات العرضيه في الضربات الثابته بيلعبها كويس جدا، بيجيب ضربات الراس وبيسجل منها. لكن النادي الاهلي النهارده لم يوفق في ادراك الفوز. المباراه كانت سجال، ما تقدرش تقول ان في غير ان النتيجه عادله، التعادل عادل بالنسبه للفريقين.